تطبيق واتساب فرض سياسة تخترق الخصوصية على 2 مليار و 200 مليون مستخدم وتخيرهم بين الموافقة أو إنهاء الخدمة. 25 مليون شخص قام بتنزيل تطبيق تليجرام في الأيام الماضية ردا على هذه السياسة. وهناك من يتحدث عن تطبيق سيجنال البديل الأفضل لأنه التطبيق الأكثر أمانا بين جميع تطبيقات التراسل حسب ما يقولون، وبكونه تطبيق مفتوح المصدر ويحظي بدعم منظمة البرمجيات وهي مؤسسة غير ربحية أيضا حسب ما يقولون. ويدعم التطبيق ميزة التشفير من طرف إلى طرف لتأمين محادثاتك بحيث لا يمكن لأي شخص حتى الشركة المطورة للتطبيق أن تقرأ رسائلك أو الاستماع إلى مكالماتك. ومبدأ أساسي للتطبيق هو الحفاظ على الخصوصية لأن كل البيانات التي تصل إليك مشفرة ولا يحاول ربطه بهويتك. ويتيح لك تطبيق سيجنال تخزين نسخة احتياطية من رسائلك وجميع ملفاتك على جهازك في مجلد وليس في خدمة تخزين على النت مثل تطبيق واتساب. طبعا هذا كله حسب ما يقولون، منهم لا ندري بصراحة. طيب من نصدق ومن نكذب ونحن أصلا عمرنا ما نقرأ أي اتفاقية ونعمل موافقة في جميع التطبيقات والألعاب وأي شيء حتى لو مكتوب في حال الموافقة ستدفع مليون دولار؟ والله ولا نحن دارين. وطبعا لا توجد شركة أو مطورين لأي تطبيق يعملوه لخاطر عيونك، لازم مكسب لو كان بعيد المدى من بيع بيانات المستخدمين أو استخدامها لأي أغراض كانت تسويقية أو معلوماتية أو تجسسية. لا توجد خصوصيات في العالم الرقمي، من لحظة وضع الشريحة في موبايلك فقدت خصوصيتك لأن الشريحة نفسها ورقمك هي بوابة الدخول إلى عالم لا خصوصية. أفضل الحلول هي رؤية الجانب الإيجابي من استخدام هذه التطبيقات ماديا ومعنويا، أو الرجوع إلى العصر الجميل عصر الرسائل الورقية والتلفونات التراثية.